أخبر النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام أن هذه الأمة هي أمة مرحومة، قال: أمتي أمة مرحومة. وأخبر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن لله في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها. وأخبر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن أعمار هذه الأمة قصيرة، فهي بين 60 إلى 70، وقليل من يجوز ذلك. لكن الله عز وجل عوض هذه الأمة فجعل ليلة خيرا من 1000 شهر، جعل عبادة في ليلة واحدة خيرا من 86 سنة.